السلام أيها الأحبة في كل مكان وأينما كنتم متابعين عبر القنوات الرياضية، هنا من استاذ الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز هنا بالدمام، حيث هذه البطولة من كأس العرب للمنتخبات تحت العشرين سنة. وبالحديث اليوم عن هذه المجموعة اللي تضم أيضا الجزائر ومصر، بعد هذا اللقاء مواجهة بين الجزائر ومصر، بينما المنتخب الأخضر السعودي الذي يفتتح مشواره في هذه البطولة في كأس العرب أمام منتخب فلسطين، كل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب السعودي، وبالتالي الحديث عن منتخب فلسطين في هذه المباراة. أمنياتنا بنشاهد مباراة ممتعة جميلة هنا ما بين الأشقاء العرب هنا في هذه البطولة اللي تضيفها المملكة العربية السعودية، وفي هذه الأمسية الجميلة في وسط هذه الأجواء الرائعة جدا هنا في هذه المباراة. طاقم تحكيم اليوم نشاهده من جانب عبد الواحد رمضان خليفة، هو من ليبيا، وايضا باسم سيف ايضا من 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 ليبيا، وايضا لدينا من جيبوتي اليابان عبد الرزاق احمد. هذا بالنسبه لطاقم التحكيم في هذا اللقاء، بينما الواضح في الصوره والتشكيله الموجوده للاخضر في هذا اللقاء: محمد ميران، هيثم عسيري، محمد العوفي، ايمن احمد، ونواف مطيري. هذه التشكيله للاخضر اليوم في هذا اللقاء، بينما ايضا نظرات لعبد الواحد رمضان، هو من يدير هذا اللقاء، حكم هذا اللقاء. المنتخب الفلسطيني اليوم على مستوى الحراسة محمد حامد وعبد الله عويسات، معاذ بروش ضربة البداية للأخضر في هذا اللقاء، وحمدي أيضا صبيح صح على أتم الجاهزية لخوض يعني هذه البطولة، وبالتالي يعني له ثقة كاملة. وكرة ملعوبة لن توصل عرضية، لكن كرة تتخلص وتذهب الى ركله زاويه. الدقائق الاولى اعتماد على هجمات مرتده، وهذه هجمه مرتده توصل الان بالجهه اليمين، انطلاقه موجوده فيها مرور، وخطيره الكره، وكره فيها مرور الاول والثاني، تتحول الى ركله زاويه. لعب الكره لكن كره تحولت ركله زاويه، وكره ملعوبه الان في مكان خطير، وكره ملعوبه لكن كره تتخلص، وبالتالي صافرة موجودة من جانب عبد الواحد رمضان الذي يطلق صافرته، معنى على وجود خطأ لمصلحة رائد 20 سنة، واللي حقيقة ينظمها أيضا الاتحاد العربي بالشراكة أيضا مع معهد عدد القادة، وهذه كرة ملعوبة لكن كرة تتخلص إلى ركلة زاوية. في صناعة الرياضة وتطويرها وتنميتها في الوطن العربي وحضرت الكرة ملعوبة توصل خطيرة جدا، وكرة ملعوبة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. للخلف تلعب مرة ثانية أمامية، باسل يلعبها في مكان جميل على الجهة اليمنى لمصالح الدخريري، دخريري يمر ويعرض كورة لكن كورة توصل إلى حارس المرمى محمد حامد، يمو ويلعب كورة للأمام في منتصف الملعب، الكرة منقولة أمامية، دهامشة سريع قوي جدا، دهامشة يحاول يمر، حلوة يا نواف مطيري، دهامشة يحضر على كورته ويلعب كرة عرضية لصادق، وكرة ملعوبة صادق عبيد كان في اللقطة الماضية للمنتخب، يكاد يكون أبرز اللاعبين، وكرة ملعوبة لكن كرة توصل إلى خارج الملعب إلى ركلة زاوية. حمد الدبيخي، كرة ملعوبة الآن بالرأس تتحول عبد العزيز البطاح، كان الحديث قبل هذا اللقاء، يلعب كرة سعد الموسى، انطلاقة موجودة، ممكن الهدف الأول، محمد ميران يسجل الهدف الأول باستقبال رائع جدا، يخذ الكرة باليسار والهدف الأول يمر لمصلحة محمد ميران، كرة ملعوبة رائعة جدا كانت بتتهيأ لمحمد، ومحمد ينجح بالتسجيل للهدف الأول، خذها بشكل رائع جدا وصوب بشكل رائع جدا، وكرة تذهب للشباك لأول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء في هذه المجموعة. محمد يأخذ كورة ويصوب كورة باليسار، وتقدم هنا محمد لتسجيل الهدف الأول للأخضر، لكن تمريرة سعد الموسى كانت خلف المدافعين، وكرة في العمق بشكل رائع جدا، وكرة انطلاقة مع محمد،
وانطلق معها بشكل رائع جدا وصوب بالقدم اليسرى ليعلن أول أهدافه هنا في هذه المباراة. سلطان القحطاني، محمد بحرز يا إيثان، كرة ملعوبة تتصوب لك الكرة توصل لحارس واميز في المباريات القادمة. وهذا واحد من المشجعين الأخطر أيضا الأسماء اللي محاولة من يحيى يلعب كرة لدخريري، سريع الكرة سريع الكرة، ودخريري يعرض كرة وكرة بتمر بتعدي إلى خارج الملعب، يلعبها للأمام توصل بالراس تتحول مرة ثانية أمامية خطيرة جدا لمصلحة المنتخب السعودي، عرضية ملعوبة وكرة تتحول من جانب لاعب هيثم عسيري. صار منتخب فلسطيني يحاول مع اللقاء الشوط الثاني يعني يعدل النتيجة، وخطيرة الآن تتحول بالراس لكن الكرة إلى منتصف الملعب هزيج حلوة موجودة في أرضية الملعب. هذه كرة ملعوبة تتصوب من مسافة بعيدة لكن رائد حاضر في الكرة الماضية، صلي هيثم عسيري نقلة حلوة توصل باسل، باسل السيال يلعبها في مكان جميل لفهد الدوسري يحاول يمر ويتقدم ويرسل كرة عرضية لها في مكان، لكن كرة ملعوبة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى يمر، ولكن الكرة بتمر وتعدي إلى كرة ملعوبة عالية بالراس حسن علي، الكرة بتوصل إلى ركلة مرمى. فهد الدوسري حسن العلي يلعبها لأيمن يحيى، وأيمن يحيى صوب حلوة حلوة أيمن. الآن بالنسبة لهذه البطولة كرة لخالد دخريري، انطلق خالد من الجهة اليمين وهيثم عسيري عرضها في مكان جميل، هي حسن العلي من لمسة ثالثة يأتي بالهدف الثاني. يا هي لعبة حلوة كانت من جانب اللاعب هيثم عسيري، عرضها بشكل رائع جدا عرضية ملعوبة، وحسن علي ينجح بالتسجيل في هذه المباراة بالهدف الثاني. يا هي لعبة حلوة كانت رائعة جدا من جانب هيثم عسيري، عرضها في المكان الجميل لكن هي الكرة كانت رائعة جدا، وحسن العلي ينجح بتسجيل الهدف الثاني هنا بعد عدد من الكرات، ثلاث كرات هي الثالثة ثابتة بالنسبة لحسن علي. هذه الانطلاقة كانت من جانب خالد دقريري وهيثم عسيري عرضها، يا على لعبة حلوة كانت من جانب لاعب حسن العلي الذي يسجل الثاني الأهداف هنا للأخضر بعد كرة عرضية حلوة وبلعبة مقصية جميلة جدا، واحدة من الكرات الجميلة جدا وواحدة من الأهداف الجميلة. حسن العلي ينجح بالتسجيل هنا لمصلحة الأخضر بعد عدد من الكرات وسلسلة. حسن علي حسن يحاول يمر ويلعب كرة في مكان جميل، وأيمن هنا تصويبة توصل سهل. نواف الطيري يلعب كرة طويلة جدا للأمام وكرة توصل لمحمد ميران، هي الثالث من الهداف محمد ميران يسجل الثالث في مرمى المنتخب الفلسطيني بعد خروج حارس المرمى محمد حامد، لكن أي نظرة وأي قراءة يا محمد هنا في اللقطة الماضية للهدف الثالث هنا ولثاني أهدافه هنا في البطولة. محمد ميران يأتي بالثالث هنا للأخضر وبالتالي يحاول إنهاء كل الأمور هنا لمصلحة المنتخب السعودي. محمد ميران هنا يتقدم وينظر نظرة هنا أخرى لحارس المرمى، لاحظ حارس المرمى تقدم ولعبها ساقطة على حارس المرمى محمد حامد ليسجل هدف الثالث هنا في هذا اللقاء، والثلاثة هنا للأخضر هنا في كأس العرب للمنتخبات تحت العشرين سنة. محمد ميران التسجيل هنا وبعد تمريرة كانت رائعة جدا خلف المدافعين، انطلق معها محمد ولعب الكرة بشكل رائع جدا. نعم الموهبة القادمة على مستوى خط الهجوم محمد هنا يضع الكرة باتجاه المرمى ويسجل الهدف الثالث. الهدف الثالث الأخضر قرأ المباراة وبندر مصريح قرأ المباراة للمنتخبات تحت العشرين سنة. كرة ملعوبة للأمام توصل لحسن علي عامل عمايل وبعد ذلك يصوب كرة لكن كرة بتلعب إلى خارج الملعب. حسن توصل على اليسار حسن علي، باسل سيالي يلعب كرة عرضية في مكان جميل وتوصل مرة ثانية للأمام ولكن كرة بالرأس إلى ركلة مرمى. يلعب في نفس التوقيت السودان وليبيا، نتيجة سلبية هناك، كرة ملعوبة حسن
يعرض كرة في مكان وكرة تتحول وكرة تتصوب قوية جدا. هي المتبقية على نهاية عديد هذا اللقاء، كرة ملعوبة تتهيى خطيرة ورائد ينجح في التصدي لهذه الكرة الخطيرة. هنا في هذا اللقاء كرة ملعوبة عرضية وكرة ملعوبة، الرابع يأتي هنا محمد بلال هاتريك هنا للمهاجم الهداف في خط الهجوم، يأتي بتسجيل الهدف الرابع، الهدف الرابع محمد بلال في خط الهجوم، وخلاص الأمور انتهت يا عبد الواحد بالهدف الرابع، 4-0 هنا في آخر الدقائق، وبالتالي الأخضر يني على المباراة بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة بهدف رابع يأتي بواسطة اللاعب محمد ميران الهداف. هذه اللعبة الملعوبة عرضية فهد الدوسري عرضها ومحمد ميران نجح في أن يسجل هذا الهدف الرابع. إذن هذه الأمور تذهب لمصلحة محمد ميران، وبعدها نعم عبد الواحد رمضان يطلق صافرته معلن نهاية حديث هذه المباراة بانتصار للأخضر بأربع أهداف، كانت 3 أهداف لمحمد ميران وهدف كان لأسل علي.